صباح الخير مشاهدينا، تتألق صفحات صباح الشرقية بكل من يتابعها. حلقتنا اليوم تحمل الكثير من التقارير والأخبار والمقابلات، ولا يحلو صباحنا إلا برفقتكم، فحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج صباح الشرقية الذي يطل عليكم يوميا بمواضيع جديدة تثري أذهانكم. وإليكم أهم عناوين الحلقة. الخامس من أكتوبر يصادف يوم المعلم العالمي. شجرة البنسيان وكيفية العناية بها. فن التصوير مع عبد الله الحسيني. إذا مشاهدينا كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم، إلى جانب الكثير من الفقرات والتقارير دائما ما يحرص على تجهيزها فريق العمل، فنتمنى لكم متابعة ممتعة وشيقة طوال هالساعة اللي بترافقونا فيها. ودائما في مستهل الحلقة مشاهدينا نأخذ جولة في الصحف المحلية المتعلقة بدولة الإمارات، ونعطيكم أبرز الأخبار من هذه الصحف المتعلقة بإمارة الشارقة. وخبرنا الأول من صحيفة الخليج، إرثي يدرب 13 إماراتية على التطريز الأردني والفلسطيني. اختتم مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة برنامجا تدريبيا نظمه على مدى 12 شهرا لتعزيز المهارات الإبداعية والمهنية ل 13 متدربة إماراتية في مجال فن التطريز على النمطين الأردني والفلسطيني. وانطلق البرنامج على أرض الواقع ليتحول إلى منصة افتراضية خلال ذروة انتشار جائحة كورونا للتكيف مع الإجراءات الاحترازية، واستهدف متدربات من منطقة دبل حصن تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عاما، بالتعاون مع مصممة الأزياء ماجدة أبو زغلان صاحبة العلامة التجارية والمؤسسة الاجتماعية إسرو فاشن للأزياء ومقرها الأردن، بمشاركة حرفيات من مخيم غزة في جرش لتعليم الحرفيات المشاركة على أكثر من 12 نوعا من الغرز المعروفة في فن التطريز الأردني والفلسطيني. إذا مشاهدينا، وانتقالا إلى سلامة الطفل من صحيفة الخليج، سلامة الطفل تناقش تداعيات الإساءات الإلكترونية للأطفال. نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ورشة عمل افتراضية بعنوان ما قد لا يعلمه الوالدان عن الإساءة ضد الأطفال، قدمتها الدكتورة هبة حريري خبيرة الأرشاد والعلاج النفسي من المملكة العربية السعودية. وشارك في الورشة الافتراضية 200 من الآباء والأمهات، وشاهدها أكثر من 1980 عبر الحساب الرسمي لإدارة سلامة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وركزت على توعية الأهالي بأنواع الإساءات الجنسية الإلكترونية التي قد يتعرض لها الأطفال في مختلف بلدان العالم، وعلامات حدوثها وأعراضها وآثارها النفسية وكيفية وقاية الأطفال منها. إذن كل الشكر لسلامة الطفل على هذه الجهود المبذولة في الحقيقة لتوعية الأطفال والآباء، وأيضا العديد من المبادرات والبرامج الهدف منها الحفاظ على هذا الطفل ونشر وتعزيز الثقافة أو جميع الثقافات المتعلقة بهذا الطفل. وانتقال للخبر الأخير من نفس الصحيفة، الشارقة السينمائي للأطفال والشباب ينظم الفنون الإعلامية. ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تقام خلال الفترة بين 10 حتى 15 من أكتوبر الجاري، المعرض السنوي الفنون الإعلامية الذي يحتفي بتجارب طلبة مؤسسة فن ممن تعلموا الفنون الإعلامية خلال الورش التي نظمتها المؤسسة بين 2019 و2021. ويقدم المعرض أكثر من 40 عملا فنيا في الرسوم المتحركة والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى العديد من أعمال التصوير الفوتوغرافي والتي تعكس وجهات النظر الفنية ومهارات اليافعين في رواية القصص، بالإضافة إلى كونها مصدر إلهام لأقرانهم والمهتمين بصناعة السينما للتجول افتراضيا في المعرض الذي يستهدف الكشف عن مواهب المشاركين أمام صناع السينما ومبدعين أيضا من مختلف بلدان العالم من المشاركين في المهرجان
ويقدم أيضا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فن تحت شعار فكر سينما، أكثر من 80% من 38 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة ورش وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الأفلام. إذن لكل شخص، لكل طفل، لكل شاب، لكل يافع مهتم في مجال الإعلام وصناعة السينما أو حتى صناعة الأفلام، بإمكان زيارة هذا المعرض وتعزيز هذه الموهبة لديه، وأكيد اكتشافه حتى في بعض الأشخاص لديهم ميول في المجال الإعلامي وبالتعليق أو بالتحديد الأفلام والسينما. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة سريعة للصحف الموجودة عندنا، الحين ننتقل ونتعرف على درجات الحرارة حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. إذا مشاهدينا تابعنا معاكم درجات الحرارة اليوم مثل ما عودناكم في برنامج صباح الشرقية، نأخذكم في جولة جمالية لمنطقتنا الشرقية. اليوم أجواءنا ستكون من مدينة خرفكان، دعونا نتابع ونعود لكم. إذن لقطات جميلة من المدينة الجميلة عروس الساحل الشرقي، مدينة خرفكان، هذه المدينة التي تحظى بمشاهد جميلة، مشاهد خلابة، طبيعة أيضا جميلة، ومثل ما نعرف أنه مقصد سياحي جميل، وكل شخص حاب أنه يتعرف على الطبيعة وأكيد يستمتع بالأجواء الجميلة. إذا مشاهدين، يحتفي العالم في 5 أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، حيث نظمت جمعية المعلمين فرع دبل حصن في نادي دبل حصن الرياضي الثقافي فعالية شكرا معلمي. تضمنت الفعالية العديد من الفقرات تقديرا لأهمية المعلم ودوره في إنشاء جيل واع ومتعلم. للتفاصيل أكثر دعونا نتابع هذا التقرير.
نظمت جمعية المعلمين فرع دبل حسن فعالية يوم المعلم شكراً معلمي في نادي دبل حسن الرياضي الثقافي، تزامناً مع يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام. فالمعلم هو البداية الفعلية لتلك الرسالة السامية التي تهدف لبناء العقول وتهذيب النفوس. رسالة شكر نقولها لكل معلم صانع الأجيال، ملهم العقول، باني طبعا جميع الأفئدة لأبنائنا الطلبة. كلمة شكر بكل لغات العالم نقولها لك، ومهما تكلمنا ومهما عملنا من تكريم لن توفي حقه. حضر الفعالية سعادة أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة دبل حسن، وعدد من المعلمين الذين قضوا في مجال التعليم 20 سنة وأكثر. تضمنت الفعالية عرض مرئي بعنوان شكراً معلمي للتأكيد للجميع أن المعلمين هم صناع المجد، يحملون رسالة شامخة بعملهم واجتهادهم في تأهيل أجيال المستقبل. وفي يوم المعلم نرى أن المعلمين أثمرت جهودهم إبداعاً في كل زمان ومكان، وتم تكريم المعلمين تقديراً لجهودهم اللامحدودة في ميدان التربية والتعليم. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ودي ترجع فيني السنوات مرة أخرى وأقول فعلاً يستحقون معلمين، وكل معلم أبدع. المعلم يستحق، والمعلم يبدع، والمعلم مخلص، فنحن جميعاً في خدمة هذا المورد البشري. شكراً معلمي، كلماتي لا توفيكم حقكم، ولكن أقول لكم شكراً، أنرتم الطريق لأبنائنا. تهدف هذه الفعالية إلى التأكيد على أن المعلم هو المصدر الملهم لجميع أفراد المجتمع، وهو من يسعى إلى خلق جيل متمكن ومبدع يسمو بدولته بين جميع الدول في العالم. ومن هنا لا يسعني إلا أن أقول شكراً لكل معلم تعلم أكثر ليعلم بطريقة أفضل. شكراً لكم، فأنتم قلب التعليم النابض. بالفعل أن المعلم صاحب أنبر رسالة عرفها التاريخ، وهو المؤتمن على الطلبة، فتحية شكر وتقدير وعرفان بمناسبة يومه الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر وسعادة وتفاؤل. إذا مشاهدينا يصادف اليوم 5 أكتوبر بيوم المعلم، تقديرا للمعلمين على جهودهم الجبارة في عملية البناء الاجتماعي والفكري لأجيال المستقبل. وللحديث عن هذه المهنة التي تعتبر حجر أساس في مسيرة التنمية للدولة، يسعدني أن تكون معنا المعلمة موزة الكندي، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي، حلقة ثانية. صبحت الله بالخير ويا مرحبا بك أستاذة موزة. صبحت بالنور والسر أستاذة عائشة. يعني هذا اليوم يمثل فرصة للاحتفاء بمعلمينا وإبداء التقدير والامتنان لجهودهم. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، والمجتمع الإماراتي بألف خير. جميل. كلمة توجهينها لإخوانك المعلمين وأخواتك أيضا المعلمات بمناسبة هذا اليوم. قال أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. هي جملة وأبيات جمعت جميع معاني الفخر والاعتزاز بهذه المهنة الإنسانية السامية. صح. فتحية من القلب لكل معلم، لكل من ترك بصمة في الميدان التربوي، ولكل من سعى وجعل وترك بصمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذة موزة، يعني أهمية هذا اليوم بالنسبة للمعلمين وأيضا بالنسبة للمجتمع. هو يوم المعلم يوم يفخر به كل معلم، لأنه كعرفان وكهدية حب من المجتمع إلى ذلك القلب الذي سعى والذي أدرك والذي احتوى جميع من مر في حياته العملية. وبالتأكيد لكل طالب ولكل أسرة تمت التواصل بينه وبين ذلك المعلم. جميل. فهو عرفان لذلك المعلم. يا سلام. ومن هو المعلم الأول من وجهة نظر الأستاذة موزة؟ المعلم الأول في وجهة نظري من ترك بصمة إيجابية وأثر طيب في نفس كل من التقى به.
ليس فقط في الميدان التربوي بل في جميع مجالات حياتنا. من جعل المهندس مهندسا والطبيب طبيبا، شيوخنا الكرام الذين تركوا بصمة، والدنا الأول والدنا الشيخ المغفور له بإذن الله زايد بن سلطان آل نهيان كان معلمنا ولا زال ولا زلنا ننهل منه إلى يومنا الحاضر، بالإضافة إلى شيوخنا الكرام، وأخص بالذكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، فهو منهل ومنبع للعلم ولا زلنا نستهل ونستلذ العلم منه ونتعلم منه الحكمة. يا سلام. دعينا أستاذ موزة نتطرق إلى موضوع دور المعلم بما أن هذا اليوم يحتفي بالمعلمين، نتحدث أيضا عن أدوارهم، عن الأهداف اللي دائما يطمحون لها. دور المعلم في العملية التربوية. المعلم ليس دوره ليس محصورا فقط في جدار المدرسة بل في المجتمع ككل. كيف ذلك؟ علاقة ود وتراحم وترابط ما بينه وبين الأسرة، ناهيك عن غرس القيم الطيبة والأخلاق الحميدة الإسلامية في قلب كل طالب لديه. فبذلك ذلك الطالب الذي سوف يصبح يوما قائدا في هذا المجتمع وسيكمل مسيرتنا. إذن دور المعلم في العملية التعليمية شامل متكامل في جميع مجالات الحياة. بما أنك ذكرت أنه دور تكاملي بين الأسرة وأيضا المدرسة، دعينا نتطرق إلى موضوع مكانة هذا المعلم ودوره أيضا في تربية هذا الطالب تربية صحيحة سليمة. مثل ما أسلفنا أستاذتي الفاضلة، المعلم يغرس ودوره لا يقل أهمية عن دور الأب والأم، فإذا كانت الأم مدرسة فالمعلم كذلك، فالمعلم يكمل دور البيت. عندما يستقبل هذا الطفل كل صباح يغرس به قيمة، يغرس به أخلاقا، يغرس به قيما سوف تدر علينا الخير بشكل عام بإذن الله في المجتمع. فدوره جدا مهم، ليس مقصورا مثل ما أسلفت على التدريس أو المادة العلمية لديه، لا، بل تتعدى إلى ما هو أكبر. هي بصمات تغرس في قلب كل شخص فينا. جميل. دعينا نتطرق إلى يعني كيف ممكن لهذا المعلم أن يكون أيضا ولي أمر لهذا الطفل، يعني أب أم أخ أخت لهذا الطالب. المعلم مهنته تدريس، ولكن لا يعلم فقط مادة علمية، لا، بل يترك مثل ما أسلفنا بصمة، يغرس قيمة، يعطي أمثلة حية، يسقل شخصية هذا الطفل، يعلمه أمورا كثيرة، كيف سيواجه الحياة، كيف سيصبح ويحقق أحلامه. دائما نقطة انطلاقة شخصية الطفل بعد المنزل المعلم، فما إن صلح المعلم سنرى ثمار لذيذة هانئة. صحيح. في هذا المجتمع. جميل، ذكرت نقطة جدا مهمة واللي هي صناعة المستقبل. بالنسبة لهذا الطفل، دعينا نتطرق لخطوات التي دائما ممكن أنكم تتبعونها لصناعة مستقبل هذا الطفل أو حتى تعليمه كيف سيصنع مستقبله قريبا بالشكل الصحيح. دائما المعلم لديه نظرة استشرافية للمستقبل، ودائما يطور نفسه، ودائما والتطور المهني ليس مقصورا على دورات محددة نخضع لها أو أمورا فنية نتعلمها، لا، بل خبرات متجددة، فهو كنهر لا ينضب. يجب عليه دائما أن يواكب التطور، يواكب الأفكار القيادية لدينا في المجتمع، يواكب فكر قادتنا، يجعل ذلك الطفل يرى أفقا جديدة تتفتح له كل يوم. لو عدنا بسنين قبل 10 سنين، عندما تسألين طفل ماذا تريد أن تصبح في المستقبل،
سيرد عليك أريد أن أكون مهندسة، أريد أن أكون طبيبا. هذه الأيام عندما تسألين الطالبة أو الطالب ماذا تريد أن تصبح، سيقول لك رائد فضاء. رائد فضاء صحيح، قائد. أريد أن أكون هناك مع قادتي، أريد أن أصور، أريد أن أكون رمزا في مجتمعي. فإذا المعلم عليه أن يتجدد ويواكب تجدد عقل الطفل، وأن يغرس ذلك بخطوات ثابتة واثقة عن طريق غرس القيم أولا، غرس القيم الإسلامية أولا، ثانيا مخافة الله، ثالثا وضع أهداف محددة لكل لما يريد أن يصل إليه، ومن ثم الخطوات التي تساعده لتحقيق ذلك المستقبل الذي يرنو له. ذكرنا عن الأهداف التي يريد أن يطمح لها هذا الطالب أو هذا الطفل، هل هذه أو جميع هذه الأمور تحتاج إلى ورقة وقلم، تحتاج إلى دراسة شخصية الطفل؟ بالتأكيد. المعلم مثل ما أسلفنا دوره متكامل، ليس فقط معلم وليس فقط ولي أمر أو أب أو أم. المعلم هنا لديه أبعاد إنسانية متعددة، فهو الطبيب النفسي، فهو الطبيب المعالج، فهو الشخص الذي يفهم من هو أمامه حتى يضع خططا تتناسب مع كل شخصية. لدينا ما يسمى بالفروق الفردية، يجب على المعلم أن يراعي تلك الفروق الفردية لدى الطالب، أن يفهم الطالب نفسية الطالب، أن يكون أب أو تكون أم، أن يتم احتواء ذلك الطالب بحب ومن ثم بفهم ومن ثم بوضوح، أن أضع يدي بيده حتى أصل به إلى بر الأمان. يعني أستاذ موسى، في الفترة الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نشاهد مقاطع للفيديو من قبل المعلمات، وخاصة في أول أسبوع من العام الدراسي، تشجيعا وتحبيبا لهذا الطالب لهذه المدرسة أو حتى لهذه المادة. أهمية هذه الخطوات، يعني حتى العبارات تكون عبارات إنسانية، فيها حنية، فيها نوع من الأبوية نقدر نقول. نتحدث عن هذه النقطة. الآن بسبب التطور والتواصل الاجتماعي والانفتاح المجتمع على العالم ككل، أصبحنا كقرية صغيرة، فيجب احتواء هذا الطالب. فكيف يتم احتوائه؟ لا أكون مجرد معلمة ورقة وقلم أو صبورة أو ما إلى ذلك، لا، أريد أن أخاطب عقله، أريد أن أخاطب قلبه. كيف لي أن أخاطب قلبه سوى بكلمات تلامس قلبه، أن يشعر فعلا بأنني أحبه من القلب إلى القلب، ليس لمجرد وظيفة، لا لمجرد أن يجمعنا مكان. ما أسعدني قبل لقائي بك ورود على العديد من المسجات والرسائل النصية من طالباتي، وذلك مصدر فخر لي، فقد شعروا بأن تلك المعلمة أم. يا سلام. فهذا جل ما يتمناه المعلم. لدينا هنا في الاستديو أكثر من طالب مروا في حياتي. عبد الله الأمير يعني متجنا اليوم يقول يعني أن معلمتي هذه موزة. فالحمد لله، ذلك هو قمة الفخر، تلك هي الروح الإنسانية التي يجب أن تربط المعلم بالطالب. تلك الرسائل لها أثر إيجابي، في يوم من الأيام سأرى عبد الله محمد صالح، بعد يشرون على الزميل محمد صالح المصورنا، في يوم من الأيام سأرى ذلك الطالب في مكان ما سيؤشر علي ذلك، تلك هي معلمتي. تذكرينها أستاذة موزة يعني؟ طبعاً. كيف كانوا في المدرسة؟ رأيتني وأنا ألوح لهم. جميل. فجميلة مثل هذه الذكريات أستاذة موزة، وأيضاً الاحتفاء بمثل هذه الأمور، ويتذكرون هذا الشخص، هذا المعلم بأسلوبه الراقي، بطريقة تدريسه الصحيحة. أكيد يجب أن تكون هنالك في صفات أيضاً مهمة يجب أن يتحلى بها هذا المعلم، نتحدث عنها. طبعاً، المعلم كتلة من الإنسانية، خبرات علمية، دراسات نفسية، عبارة عن تطور شخصي ومهني وسلوكي. يجب أن يجدد نفسه، لديه روح التلقائية والتجدد والحياد،
والموضوعية وعدم العنصرية، العديد من الصفات يجب أن يتحلى بها المعلم. فهذا المعلم من نأتمنه على فلذة أكبادنا. صحيح. فلذلك يجب أن يتحلى بالعديد من الصفات، مثل ما ذكرت القيادة، النظرة الثاقبة، حب الطفل قبل كل شيء، مخافة الله، الحرص على ذلك الطالب. فهو ليس مجرد لقاء يجمعني به مدته 45 دقيقة ومن ثم لكل منا حياته، بل نتواصل دائما. التواصل جزء مهم في قلب المعلم، في قلب الطفل والمعلم. فمهارة الاتصال مهارة جدا مهمة، لا يجب أن يكتسبها كل معلم. على فكرة أستاذة موزة، يعني ذكرت نقاط جدا مهمة اللي هي تطوير الذات، مهارات الاتصال والتواصل. نتحدث عن هذه الأمور، من أين يعني أنتم كمعلمات من أين تستمدونها؟ هل تحتاجون إلى دورات؟ هل تحتاجون إلى أمور معينة، دراسات وغيرها من الأمور؟ طبعا وزارة التربية والتعليم لم تقصر من هذه الناحية، حددت لنا بعض الدورات، العديد من الدورات. نعم. على بداية العام ومنتصف العام وفي نهاية العام دورات نخضع لها بشكل مستمر، متعددة المجالات، ناهيك عن تطوير المعلم بحد ذاته. فمثل ما أسلفت، هناك معلمين يحبون التجدد، يحبون كسر الروتين. فهؤلاء المعلمين ترينهم في كل مجال، قد ترينهم في تطوع في التلفزيون، قد ترينهم في المحافل المجتمعية، في الفرق التطوعية. فالمعلم لا يحصر نفسه فقط حول جدران دورات محددة أو مثل ما نقول خط سير محدد، لا، بل يتجدد ويغير فكرة. فلو رأيت موزة الكندي ما قبل 10 سنوات، هناك فرق كبير بينها وبين الآن، وبين تدريس الطلبة وتدريس الطالبات. ما الذي اختلف في موزة الكندي؟ الكثير الكثير، لربما أصبحت نظرتي أكثر نضجاً الآن. لا، أنا لا أعلم، أنا أتعلم من كل طفل. ففي كل طفلة وطفل تعرضت له في حياتي المهنية ترك لي بصمة، ترك لي شيء تعلمته منه. في بعض الأحيان قد نخطئ وقد يصححون لنا الخطأ. نعم. فبراءة الأطفال هي ما تلامس ذلك القلب، هي ما تجعل المعلم دائما يخاف الله فيه بهذا الطالب، يجعله يفكر هل أنا فعلا أوصلت ما أريد له، هل وصلت رسالتي صح، بطريقة صحيحة، هل أنا أمشي على خطة صحيحة أم لا. فالعديد من الطلبة تركوا بصمات في قلوبنا للأمانة، فذلك ما طور شخصية موزة الكندي ما قبل 10 سنوات إلى الآن. جميل. ناهيك عن القيادات التي بالتأكيد كان لها الأثر، مديراتي الفاضلات، طبعا مديرتي الحالية الأستاذة حبيبة المزروعي، الأستاذة عزيزة الماجد، الأستاذة أم فهد تليثم التفاق الله يحفظها، تليثم الحمادي عفوا الله يحفظها، هند علاي، معلمات، مديرات كثيرات للأمانة تركوا بصمة قادة. لربما مديرة مدرستي سابقا وأنا طالبة تركت في قلبي حب المدرسة وحب التعليم. مديرتي الفاضلة الشيخة اسمة بنت صقر القاسمي. نعم. تركت في قلبي بصمة لا زالت للآن. فقد كنت رئيسة صديقات المكتبة لديها، وكانت تشجعنا هي والأستاذة سميرة عبد العزيز حفظها الله ورحمها الله. أسماء كثيرة قادتي في المدرسة الإماراتية، الأستاذ راشد الكندي الله يحفظه، العديد كم من الأسماء الكثيرة التي جعلتنا نتعلم على مر السنوات، وتركوا بصمة في حياتنا. نعم، تركوا بصمة وأثر طيب في قلوبنا. ناهيك عن صديقاتي زميلات المهنة التي نتعلم منهن الابتسامة، روح التجدد كل يوم. ما حصل أمس يترك لنصبح بابتسامة جديدة لنواصل. ما قد بدأناه لنتحدى صعاب قد تمر علينا. نواجه دائما السلبية بالإيجابية،
الكثير في نفس ذلك. جميل. المعلم. في الأخير أستاذة موزة، كلمة شكر توجهينها لمن؟ كلمة الشكر أوجهها لوطني الحبيب، لقادتي، لأمي وأبي، لكل أسرة جعلت يدها بيدي، لكل من آمن بالمعلم، لكل من ترك أثر طيب في نفس ذلك المعلم، لكل من قال شكرا بعينه قبل لسانه. فالشكر الجزيل لكل من يحترم مهنة المعلم. نعم، وشكرا جزيلا لك المعلمة موزة الكندي، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة الهجرة للتعليم الأساسي. يعطيك العافية أستاذة موزة، يعني استمتعت جدا بالحوار معك. كل التوفيق إن شاء الله في المسيرة التعليمية. أشكركم وأشكر التلفزيون الشرقية لإتاحة هذه الفرصة لي. هذا واجب. وأشكركم جدا، وكل الشكر والامتنان لكم على تعزيز مكانة المعلم. هذا واجب منا. شكرا لك.